بحمي الجوع بالله تقيل. انا مو عرفت حبيبي، انا مشغل اغني عشان اكل يا جماعه. خلصت شوف. انا ما في، يلا اعطيك السياره. كيفك سلطان؟ بالعافية. بوي لا لا والله ما في. خلصتي؟ خلصتي يا سيلين؟ كلوز الجوال. كلوز الجوال. كلوز. سكري جوال. سكري كل خرا. سكري الجوال الثاني يا حيوانه. هذا سناب شات كلوز. انت حيوانه. سكري جوالك. انت حيوان. اسمعي. شو شاهدين؟ هي اللي بدت. شايفين هي اللي بدت. شو يعني شايفين هي اللي بدت؟ شو شايفين هي اللي بدت؟ شو تامعين؟ هي اللي قاعده تبدا تستفزني. شو بدك؟ ايش فيك انت؟ ايش براس امك انت؟ ايش في؟ انا مجنونه. شو انت مريضه؟ انت مريضه؟ فيك شيء؟ ايش فيك؟ انا زعلان. لب عينك على الصولجان. ليش زعلانه؟ زعلان كذابه. ليش؟ انا كذاب. انت كبير كذاب. اي انا كبير كذاب؟ ايش دخلك؟ انا مو كذاب. انا كيف؟ انا كبير كذاب. انت ايش دخلك؟ كيفي انا كذاب؟ لا انا مو كذاب. انا كيرا. أنا مو كذاب. أنا كذاب؟ أنا مافيا. أنا أسألك، أنا كذاب؟ أنا مافيا. أنا أنت مافيا؟ جوي أنت مافيا؟ أيوه. مين علمك تصيرين مافيا؟ أنا سيلينا. مين مافيا. مين علمك انت مافيا تصيرين؟ انا مافي. انا مافيا. استني. تدرين انه اول سيلين كانت كويسه. اول سيلين كانت انت عارفيني.
أيوة. أنت مافيا؟ انت مافيا؟ انت شاربة شيء؟ درينك؟ لا. انت؟ انت مو درينك؟ حرام. انت مافيا؟ اسمع عشان انا بيزي، انا بكره في حفله، بكره في زواج، اوكي؟ اسمعي. ما عرفت صوتها. انا بكره في زواج، اوكي؟ فانا I don't have time really. الحين صرتي ما تفهمين؟ الحين صرتي ما تعرفين لا عربي ولا انجليزي؟ انت خمار. انا خمار، تدرين ليش؟ لاني كلمت لاني انا كلمتك، لانه انا كلمتك انا ممكن اصير خمار. شو بدك سلطان؟ والله ما بدي شيء، انا مرتاح، انا مرتاح هون، ما في حدا. سيلين برا، داريا هون، انا مرتاح الحمد لله. ايه الحمد لله مرتاح. انا عادي. انت مرتاح؟ بس. انت مرتاحه؟ عادي. انت مرتاحه؟ مرتاحه؟ الحمد لله. انا حبك عادي. يا عادي، وين المشكله؟ والله وين المشكله؟ عادي. عادي يا أم فلبن، يا فلبينو. أنا فلبينو. فلبينو. أنا فلبينو. فلبينو. فلبينو كيوت. فلبينو. إيه عيون كتير حلو. أنت فلبينو. إيه. أنا كتير جميلة يا عمر. أنا جميلة. أنا عمر. أنت أمر؟ أنت فيك. أنت بدون ميك اب ما في أوبن لايف، لازم ميك اب. لا. كلهم سيلينا تبعي صح؟ هون ميك اب. سبحان الله، داريا جمال طبيعي. ايه داريا ما في ميك اب، جميله. انا جميل شو يعني؟ لا دمت جميله. دمت كتير كيوت. ايه طبيعي. ما في فلبينو. فلبينو سيلين لب. انت اول كيوت كويسه، بس الحين انت اول قلبي كتير كويس، هون قلبي مو كويس سلطان. والله عشان انت كذابه. لا لا عشان لا انت لا ما في احترام. اسمع انت ما فيك، ما في، انت كذاب. انا كتير احبك صح؟ اول كذاب. سلطان لا كذابه. ثاني سلطان، ثاني انا كتير حبك اول سلطان. انا باشك عيون ما في، انت عرفت عيون ما في. انا سيلينا سلطان ما في كويس قلبي سبحان الله. يعني المفروض ازعل الحين؟ انت عرفت سيلينا؟ يعني انا المفروض الحين احزن؟ انا يعني الحين لازم اسوي زعلان، اسوي نفسي زعلان صح؟
بلا انت مو زعلان؟ انا مو زعلان. هذا اول هذا اول سلطان مسكين، سلطان يزعل، سلطان الحين خلي ولي دنيا. هل ولا دنيا شو يعني؟ يعني كلام فاضي قرقر لك 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 بعدين. كل يوم أوكي. كل يوم سيلين اوبن، كل يوم سي سي اوبن لايف مع جيست. سلطان ما في كويس، سلطان اهانة، سلطان كذاب. وبعدين ايش فايدة؟ صح، ايش تستفيدين؟ ثاني سلطان ترجمة في ترجمة في ما أبغى، ما أبغى ترجمة. أنت تعرفين تتكلمين، مو ترجمة سلطان. أنت تعرفين تتكلمين، كل يوم بتحكي معي، شلون هلا ما تعرفي؟ احكي احكي. أنا هون عربي شوي شوي. سبحان الله، اليوم عربي شوي شوي. إيه احكي احكي. ثاني يلا. أبو طلاق صح؟ أبو طلاق أنا وأنت أبو طلاق. خلي ولي خلي ولي خلي ولي خلي ولي غير غير. أنت أنا خلي أبو سروال خلي ولي غير. السلطان كذاب، السلطان قلبي، السلطان كبير خمار هون. أنا بس أبو طلاق، لا تحكي واحدة كلمة سلطان كويس صح؟ صح سلطان؟ اوكي عادي سلطان، سلطان خمار، سلطان هون لا لا لا. أنا لا تحكي عادي سلطان كويس صح؟ استني طيب اسمعي، عامر موجود في البث؟ عامر موجود في البث؟ أنا يا الآن أنا يا لم الآن. أجعلك تقول أي شيء. ترجمة بدقة 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 بدقة. عامر هون، عامر هون، ترجمة هون. يلا. عامر هنا؟ دقيقة. لا يا جماعة اصبروا، انتوا لا تصيرون خفيفين. انتوا ما تشوفونها وش تقول عني في البثوث الثانية. انا توصلني مقاطع الفيديو، مقاطع الفيديو توصلني يا جماعة الخير في الخاص. سب سب يا تتعلم وتتأدب يا تنقلع. عامر إذا موجود تعال في السناب، قاعد أتصل عليك. مين؟ ترجمة؟ شكله ما هو موجود عامر. طيب يا جماعة الخير، اللي يترجم اللي ترجم يجيني يا... أنا اللي ترجم يا جماعة الخير يجي سناب. اللي ترجم شلون انت كاتب انا مترجم والنيك نيم حقك غربلوك؟ كيف اقنعني؟ اقنعني غربلوك ويتكلم تركي، كيف تجي؟ لا يا جماعة الخير والله ما هو تمثيل، يشهد علي الله ما قد طلعت معاها لايف. استني استني يشهد علي، دقيقة انت انطمي. يشهد علي الله يا جماعة الخير، يشهد علي الله وفجر يوم جمعة ما قد طلعت معاها لايف وأنا متفق. يشهد علي الله
إن ما قد فتحت معاها لايف جيست وإحنا متفقين إيش نقول. حبيبتي تاكل السلطان تمام؟ أوكي يلا سلطان ها. ألو هلا ترى ما تكلمين تركي؟ يعني شوي. طيب وصلي لها انها هي كل ما طلعت بث مع قست من القستات سواء تعرفه او جديد او اول مرة او قديم دايم تطلع معه وتشوه سمعتي عنده وتسبني قدامه، عكس انه انا كل ما حطلع معي ما اجيب سيرتها ابدا، فهذا شيء غلط. بالاضافة الى خولة والكلام اللي قالته لها خولة. لبه دقيقة، هذه خولة، هذه خولة، هذه خولة، هذه خولة. قفل فوجة، قفل فوجة، قفل فوجة، قفل فوجة. خولة يلا يلا هون هون تاكل تاكل خولة. قفل فوجة يلا قفل فوجة. لا هذه سوسة قفلي. لا يلا خولة مسكرة. البنت مو قاعدة تتكلم عليك. انت سوسة، انت سوسة يا خولة. خولة انا سوسة؟ تدرين انه اقسم بالله انتظري يفكون الطيران اجي اضربك ضرب. لا والله لا تكفى تعال اضربي ضرب، والله لا ادقك فيك او انا اضربك ضرب. يا البنت شو قالت عليك؟ ما سبتك انت، انت سوسة. عندي مقطع فيديو، عندي مقطع فيديو تتحرشينها علي. تتزوج داري ما ادري شو تسوي حركات خلاص يعني. انت عندي مقطع فيديو اسمعي، عندي مقطع فيديو وانت تحرشينها علي. سلطان استني انا احرشها عليك؟ انت تحرشينها علي، عندي الفيديو. على اساس ان انت يعني ما تسوي شيء صح مسكين؟ مالك علاقه اسوي ولا ما اسوي، ليش تحرشينها علي؟ هي تيجي تسولفي عنك البنت ما سبتها. لا لا انت داخله معها وتحرشينها علي وتبغين تسببين مشاكل. شوف والله افهم اللي تفهمه، انا مو مشكلتي ما دخلني. هذا الواضح، هذا الواضح. انت عبيتي راسها تقول لي انت عبيتي راسها. انت زي الزوج الثاني اللي عبت راس الزوج. ايش فيه؟ استني سلطان اهدى شوي بعليه. اهدى اوكي لا تتصارخ اول شيء، احنا مو اطفال. ها وش عندك؟ تفضلي تكلم شوي شوي. طيب ما عليش بس جيعان عشان كذا. وانت يا ما تقولها في انا ما لي دخل في اللي يصير بينك وبينها، بس ان لا تقول انا سوسه اوكي. هي تجلس تسولف لي البنت في بث عام، لما انا اوس اكون سوسه واخرب الناس اجيها في الخاص اقولها سلطان ترى مو زين وشي، بس لما اكون في بث عام وجالسه اتكلم معاها وهي تقول لي انت شو تسوي وقتها انا اكون يا خولة يا خولة يا خولة يا خولة. عارف كيف تتكلم سلطان؟ أنا ما قلت خولتك حتى يوم تسولف لي عنك أقولها شو أسوي سلطان، هي تقول لي إهانة أقولها أوكي إهانة أيوة صح. هي تشتكي أنا شو أسوي يا خولة؟ عندي الفيديو يا خولة، لا تخليني نزله بالتيك توك. يلا نزله أوكي نزله. لا تخليني انزله بالتيك توك يا خولة واسوي لك منشن. سوي لي منشن يلا اتحداك. والله لا خليهم يقلبون يقلبون حسابك فوق تحت. عندي اياك سناب صح؟ طرش لي الفيديو في سناب شات. لا اوري الناس، اوري الناس اول. طب وانا طيب انت تجحد بيني وبينك كشخص وريني اياه انا اول اشوف اتقفط بعدين اقول لك والله صح كلامك سلطان نزله عندك بس لك في اللايف. انت كنتي في اللايف قدام الملأ وانا بنزل قدام الملأ. طيب طلع لي اللايف، طلع لي اياه ابغى اشوفه بعيوني لاني انا ما وزيتها عليك. انت اردي ما شاء الله ما يحتاج اوز حد عليك يعني. خول خولة اقول لك حرق وجوالي حرق، حرق وسنابي حرق. الحق 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 الحق. قلت بس تهكر حسابي. لا تقول علي سوسة سلطان، يعني انا ما قلت عليك ان انت مثلا لب عينك يا ابو علوة. خلاص يعني انت لا تفهمينها سوسة سوسة الحقيقية،
يعني انك حرشتيها يعني هذا قصدي. قدام 4000 شخص جالس تقول علي سوسه وانت كيف تصارخ علي كاني اصغر عيالك؟ شو السالفه يعني؟ مو قدام 4000، قدام 6000. اقول لك انا اسف على كلمه سوسه، خلاص ارتاح. وات ايفر يعني، خلاص قلنا اسف. حلوة الحركه ابد يعني. قلنا اسف قدامهم. انا اسف؟ لا لا خوله خوله. طيب انا اطلب تغيير مترجم. انا اصلا ما اعرف تركي، انا بس كنت جالسه اترجمها في السناب، اقولها ان انت شو جالسه تقول، ان انت انا اطلب تغيير مترجم. جالسه تتكلم في البثوث عليك، بس انا هذي ترجمت لها اياه. طيب اوكي شكرا. ما وزيتها ولا قلت لها ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو، فبليز لا تقدر تطلع علي كلام اني انا سوسه ويسا او سيلين. شكرا شكرا. يلا باي. هلا. شكرا حبيبتي. أنا عندي مترجم، أنا عندي مترجم. يلا بس أنا عندي مترجم. يلا. دقيقة دقيقة. ألو. سلطان شلونك؟ هلا وسهلا، كيف حالك حبيبي؟ والله الحمد لله. أنا آخر مرة ترجمت لك تذكرني؟ حبيب قلبي والله ما بتذكرك، بس إن شاء الله يعني فيك خير وبركة. سين. أنت فهمت وش أبغى أقول لها؟ لا أنت بس قول لي وأنا ترجم لك. أنا أقول لها إنه هي إذا طلعت قست مع كل الناس أو أي أحد، سواء تعرفه أو ما تعرفه، سواء تعرفه أو ما تعرفه، لازم تسب قدامه وتشوه سمعتي وتسيء لي، إنه هذا الآدمي كذاب، هذا الآدمي نصاب، هذا الآدمي هذا. يعني أنا لا طلعت قست مع أي أحد، ما أفتح أصلاً موضوعها خلاص. ليش هي تطلع قدام الناس وتسب؟ زي من هي بالضبط حتى قلها؟ هذه اسمها سيلين، الله يكرمك. يعني إنه سيلين تحكي عنك قدام الباقي بدنا تطلع. أيوة يعني كل مواضيعها إنه الناس يطلعون معها يستغلونها، يضحكون عليها ويفتحون اسمي قدامها، إنه يجيبون سيرة سلطان ويكملون الفيلم. تمام. مرحبا. يمكن. إيه سلطان بولي بسيجيو. سلطان بولي بسيجيو. سن هرهانجي بيريلا guestle çıkıyorsun ya. Onlar da seninle girdiği zaman Sultan hakkında yanlış şeyler söylüyorlar. Yani kötü şeyler bile söylüyorlar. O yüzden yani seni yanlış anlayabilirsin ondan, ama Sultan böyle bir şey değil yani. Ama sen herhangi biri çıktığı zaman senin onun konuyu açıyor ve böyle bir şeyler konuşuyorlar onun hakkında, ama böyle işte onu anlatmayı istedi. Ama ben yalnızca kendim Sultan hakkında konuşuyorum. Başkasının Sultan hakkında asla kötü bir şey söyletmiyorum. Aynen sen söylemiyorsun ama, sen guest'le çıkıyorsun ya, onlar söylüyorlar işte. Ama ben bunları anlamıyorum ki, zaten zar zor Arapça konuşuyorum. Anlamıyorum. Ben zaten sadece Sultan dedikleri zaman Sultan en habibi diyorum yani. O benim aşkım diyorum. Başka bir şey demiyorum ki. تقول حتى اللي يطلعون وياي يقول أنا ما أفهم وياي عربي، يعني هم يمكن يقولون أشياء، بس أنا كل ما يطلع أحد يحكي على سلطان أنا يقول إنه هو حبيبي وأنا أعزه يعني. فهمني؟ طيب اسمع. قول. اسمعني. قول لها اللي يطلع معاها قست لا يضحك عليها ويفتح موضوع في البث انه يقول سلطان وسلطان وسلطان ويصير محتوى اسمي، يعني بالعربي قول لها لا تخلين احد يطلع معاك ويشتهر على اسمي واسمك. تمام. duyuyorsunuz değil mi Sultan diyor. Sultan diyor bazı insanlar seninle çıkıyorlar benim hakkında konuşmayı için, ondan sonra böyle konuştular için ünlü oluyorlar. Bunu istemiyorum işte. Çünkü benim hakkında konuşuyorlar, bundan ünlü oluyorlar. Ya da popüler on diyorlar. Anlatabildim mi? Anladım. Afhamti? Evet, fahmet. طيب قول لها انه
أنا ماني خسران شيء إذا هي سوت نفسها تتكبر وتسحب إنه ما أبغى أطلع مع قست. أنا ماني خسران ولا شيء ولا هي واقفة عليها، عادي بأخذ قستات ثانية وبعيش بستمر يعني. أي هاي لسيلين إنه إذا هي تشوف إنه أنا ما أقدر أفتح قستات والبث حق يصير أبو كلب وما عندي متابعين، ترى أقدر أجيب أي حد قست جديد وأبدأ معاه قصة جديدة. فلا تروح تعيش الجو هذا مع الناس الثانية واللي تتعلمها عندي وأعلمها إياه وكلام عربي وسوالف عربية، تروح عند غيري وتسوي نفسها أنها عارفة كل شيء. Tamam. Sultan böyle diyor. Diyor başka biriyle çıkmayın yani. Çünkü çıktı ben aynı şey yapabilirim. Başka bir yayınlar açabilirim. Başka insanlarla yani guestlerle falan alabilirim ve başka bir hikayeler, kendi hikayeleri yapabilirim yani. Ben bunlar yapabilirim. Diyor ama sen ben seni öğrettiğim şeyleri paylaşma başka biriyle. O kadar yani. Yani الناس حابيننا مع بعض اكثر. ليش هي تخترع مشاكل إذا هي عارفة إنه الناس تحبنا مع بعض أكثر؟ ديو إنسانlar sen biliyorsun zaten insanlar bizim hakkında bizim yani konuştuğumuz için seviyorlar. Ondan onun için yani ben seninle konuştuğum zaman bunun haricinde neden böyle bir problemler yapıyorsun madem biz iyiyiz yani beraber? Onu diyor. Şöyle şimdi isminiz neydi? Ben Sinan. Ha Sinan, memnun oldum bu arada. Şimdi şöyle, ben zaten hani Sultan adı geçtiğinde onları söylüyorum ki benimle Sultan hakkında konuşmayın ya da Sultan hakkında konuşmak istemiyorum. Bunu zaten söylüyorum. Onun hakkında konuşturmuyorum kimseye. Ne iyi ne kötü. Sadece söylüyorum. İyi, tamam, o kadar. Başka bir konusu geçmiyor zaten. Onlar sürekli uzatınca ben zaten yayını kapatıyorum. Bir bahane buluyorum, kapatıyorum yayını. تقول اني اني بكل الاحوال من يفتحون وياي لايفات اذا من يحكون بالزين او بالموزين عن سلطان اني اقول لهم اقول اقرا كلمات او مثلا اجاوبهم جواب واحد، واذا حسيت انه سووا حكي مو زين على سلطان اني اسد اللايف اصلا. اقول لك ايفت وليش اذا اي حد قال له سلطان لا تطلعين معه بث وتسحبين عليه وتقول اوكي وتسحب؟ تمام ديو ايه o zaman niye herhangi biriyle sana sultanla çıkma artık dedi zaman sen kabul ediyorsun işte onlarla. Ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Ben sultan hep kendi hataları yüzünden çıkmadım yayınlarına. Başkası söylediği için değil. تقول اني بحياتي ما مسوي هاي الشغله بس اذا سويت اني شيفه من وراء اخطاء سلطان لا اكثر. آخرتها آخر شيء أمس مرسلها 3 مرات قست تسوي لي رفض. Böyle diyor en sonu dün oldu. Ben 3 kere şeyi attım sana yani guest olan ama sen kabul etmedin. Evet doğru. Çünkü gerek mesela Abu Talak olsun, Adil olsun ya da hoşlanmadığı başka isimler olsun, Sultan hakkında hep beni doldurmak istediklerinde, kötü konuşmak istediklerinde ya da onun taklidini yapmak istediklerinde ben hepsine bağırdım çağırdım. Siz Sultan hakkında böyle konuşamazsınız diye onları tersledim. Ama mesela Sultan bunu yapmıyor. Derya benim taklidimi yapıyor, Sultan orada gülüyor. Ben onu savunduğum gibi o beni savunmuyor. Ben buna üzüldüm. Ben Sultan'ı kimseye ezdirmiyorum. Sultan beni neden ezdiriyor? Etgul ani men yahcun ala Sultan mesela. Ani aradhum. Bas gul marra anta wa Dair ya ibn Yasma Dair ya. Anta hachi alayha wa anta qom tadhhak. Wa li hadha etgul ani men yani shon aqul حتى العربي نسيت. فهمت قصدها. هي تدافع عليك بس هي انت ما تدافع عليها. حلو. طيب ايش قلت انا للمتابعين وايش قلت لداريا حتى اليوم كانت تبغى تقلدها قلت لها لا تقلدينها. طيب ديو بن او زمان تاكيدشيلر ne dedim o zaman da ve hatta onu seni taklit etmek istedi ama ben ne dedim ondan? Ama güldü. Gülüyor. Neden beni taklit etmek istiyor? لب عينك يا علاوي. طب اسمع، الناس اللي هي تطلع معها القستات
في ناس من اللي تطلع معهم هي أعداء لي، فكيف أنا تبغاني أكلمها وهي تطلع مع ناس أصلاً بيني وبينهم مشاكل؟ هاي قوية. böyle diyor diyor. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Sen başka bazı biriyle guestlere çıktığın zaman bazıları benim düşmanları oluyorlar. Diyor ben o zaman onlara nasıl gireceğim ben senin yayına ve nasıl seni savunacağım yani. Anlatabildim mi? Benim vallahi ben sultanın düşmanlarını nasıl şey yapıyorsam, alttan alabiliyorsam ya da sultan için bazı şeylere fedakarlık yapabiliyorsam, hayatımdan çıkarabiliyorsam aynı anlayışı sultanın da göstermesi gerekiyor. تقول إذا يبين الأعداء تقول أصلاً يعني مثلاً إذا يفتحون ويا أنا محار مثلاً إنه هذا عدو أو لا بس تقول إذا هاي هو المفروض هو يبين لهم يبين لهاي الأشياء الأعداء أنا ما يخليه قد كلمتها ألف مرة هذا لا تطلعين معه هذا لا تطلعين معه هذا لا تطلعين معه وتروح تطلع معه عادي ديو بين دفع بين دفع بين سنة سويلدم بنو لا تشكما يعنى أما سن يابيوسن إشته Kendisi yapıyor ondan sonra benden suçluyor. O yapıyorsa ben de yaparım. Kendisi oyun bozanlık yapıyor sürekli. Yani mesela hiç. Nasıl tekrar söyler misin lütfen? Kendisi sürekli anlaşmayı bozuyor. Ben bozmuyorum ki. تقول اتفاق انت دائما تخربه مو انا دا خربه. ما قد اتفقت معها على شيء الا ونفذته. Diyor ben eğer böyle bir şey yapıyorsam her zaman yaparım yani. Böyle bir konuşma yaptırırsam ben yaparım yani. Ben bozulmadım bir şeyi. Diyor yaptı. Mesela bana Adil'i silmemi istedi. O da Derya'yı silsin o zaman dedim. Yaptım ertesi gün sonra gerekli de. O zaman ben de Adil'i gereklerim. O da benim arkadaşım. تقول كان لي صديق اسمه عادل على ما سمعت تقول هذا ردتني امسحه مسحته بس انت من قلت لك امسح ديري ما مسحته غير عادل كثير ديو عادلين هاريجنده çok var كم مين انا بعطيها اخر محاوله اوكي مين يعني دقيقه بدقه بعطيها اخر محاوله ابكلمها في السناب بعد البث حلو تمام وبأشرح لها الوضع عجبها نكمل ما عجبها هي تروح بحالها وأنا أروح لحالي تمام أو ديو سلطان ديو بن bunu son denemeyi yapacağım seninle bu yayından sonra seninle Snapchat'ta konuşacağım her şeyi anlatacağım ondan sonra olursa olur olmazsa herhangi ikimiz yani bir yani sen yola gidiyorsun ben de yola giderim yani mantıklı benimle böyle konuşsun tamam تقول لك هذا منطقي يعني إذا هي تحشي ليش أوكي حلو بس إذا بعدين ما نفذت أنا لي إنها ما تجي تقول تسب وتتكلم قدام الناس ما تسوي دراما هي تحب الدراما ما تسوي دراما قدام الناس حلو شوف مريضة والله مريضة شوف تعاني من مشاكل أنا دراما كوين سيلينا؟ أنت دراما حياتي كلها دراما والله؟ أي والله لا غلط فهمت؟ يا تعدل وضعها ونستمر مع بعض يا ما يعني أنا من أول مرة تعرفت عليها كان عندها 36 ألف دقيقة shut your mouth بس أص والله بتاعت الكفا بس كوليخ أص أنت كوليخ أنا أتكلم مع ترجمة مالك دخل فهمت يا كابتن يعني أول مرة تعرفت عليها في البثوث كم كان عندها أسألها أول يوم تعرفت عليها كم كان عندها بين سنين ilk tanıştığım zaman seninle kaç takipçin var Sultan'la aynıydık تقول أنا كنت أنا سلطان نفس الشيء كنا كان لا كذابة عندي مصور الشاشة أنا سكرين شات أنا كذابة أنا ما قلت أنت
أنا ما قلت أنت، أنا هنا ترجمة ترجمة، أنا كلام ترجمة. دقيقة 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 دقيقة. أنا كذابة؟ يلا شوف شوف تدور المشاكل، شوف شوف تدور المشاكل، شفت؟ problem لا أريوس. شوف شوف تدور مشاكل. Hayır hayır öyle bir şey yapmıyorum. Hayır aynı takipçiye sahiptik. شفت كيف تدور مشاكل؟ أنا ما قلت شيء. هي دراما دراما تمشي في قلبها الدراما كذا تحط. والله كبير كذاب سلطان كذا 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 كذا. خلينا نتكلم خلينا نتكلم. يا دي كذاب والله. استني ترجمان استني. يلا فأنا أقول لك أنا دعست بالقصص يوم ضربت ضربتي في القصص في محتواي كقصص. في وسط الموضوع القصص تعرفت عليها حلو، فمن هذاك الوقت إلى يومك إلى قبل شهر أو شهرين أنا وياها قاعدين نطلع مع بعض، أنا ساعدها أنها تشتهر هنا وهي تساعدني أشتهر برضو هنا. أوكي بنينا قصة وبنينا محتوى، الناس تعلقوا فينا وصاروا يحبونا. فما أقول لها أني أنا ما استفدت منها ولا هي تقدر تقول أنها ما استفادت مني. حلوين حلوين صح. أسألها تتفق ولا لا؟ أترجم البداية وراح أسألها. أوكي يلا قل لها قل لها أنت تجحدين ولا عشان ولا بالزنوبة. Diyor ilk çıktığımız zamanlarda ben ilk iki hikayelerim yaptığım zamanlarda seninle tanıştım ve aynı zamanda böyle bir koşma yaptık. İnsanlar bize sevdi. Ben seni ünlü yaptım gibi, yani seni benim ülkemde sen de onun için aynı şey yaptın Türkiye'de. Diyor her şey insanlar bize sevdi falan. Şimdi falan zeyt. أخر شيء قلت وأخر شيء وأنه هي مستفيدة مني وأنا مستفيد منها ولا تقدر تجحد هالشيء. طلعنا مع بعض أنا الآن عندي 850 ألف وهي عندها الآن 800 ألف، تقدر تجحد؟ Sen diyor bunu yanlış demeyeceksin çünkü beraber izledik ya bütün zamanlarda aynı şeyler yaptık falan diyor. Ve ikimiz şu an ben 250 bin sen de 800 bin sanırım. Evet bununla yani böyle konuştuk bu kadar. Evet. Doğru söylüyor, beraber geldik. Ben bunu yalanlamıyorum zaten. İşte gol. يقول أنا ما أدري أكذب على هذا الشيء ذي يقوله، إحنا جينا الصدق سوى لهالمرحلة. حلو. طيب الآن هل هي مستعدة تستمر وتوصل المليون معي ولا أنا أوصل المليون وأخليها؟ ديو سين شمدي حاضر مثلاً 1 مليون çıkmaya için beraber ya da yalnız ben çıksam oraya. Ben zaten bunu yapabilirim ama sorun bu değil ki. أنا مو عشانها، أنا عشان الناس حابة فقرة القست معاها. ديو بن سنين için değil zaten. İnsanlar için çünkü ben seninle bu yayına çıkmaya seviyorlar, istediler yani. Evet sah. Burada da herkes zaten. Anne nas habbet الفقرة معها. Beni sultanla görmeye alışmışlar, sultanı istiyorlar. Bana baskı yapıyorlar.